بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة عن برنامج الشيت انجن الزوم. نتكلم عنه مع حضراتكم إن شاء الله. أول حاجة هنبدأ بتصطيب البرنامج. الأول في شوية إعدادات عشان البرنامج يتم تفعيله على لعبة إدمنز أونلاين. هنبدأ نخش على إديت، نختار كلمة سيتنج، هنيجي تحت على كلمة إكسترا، هنعمل علامات صح. نعمل اوكي. عشان نعمل الزوم في لعبة إدمنز أونلاين نضغط على رمز الكمبيوتر اللي بينور اخضر دوت، هنعمل ويندوز ليست، هنلاقي رمز اختصار إدمنز أونلاين ظاهر، هنضغط عليه، هنيجي نعمل 128 فيرست سكان، وندخل على اللعبة، نعمل ببكرة الماوس زوم على الآخر كده اهو، ونسيبه، نرجع للبرنامج تاني، نعمل 256 نيكست سكان، هيظهر عندي أي واحد أضغط عليه، وأضغط على 265 كده ذات نفسها بكليكة ماوس. وأعمل 70، ده الزوم طبيعي لنا أهو. نرجع نعمل سيت هوتكي مسطرة أوكي، نسيبه شغال أهو، الزوم هنا أهو. كل ما تزود للبرنامج عن 70 هيبدأ يعمل تقريب، لكن لو قللت هيبدأ يعمل زوم. نجرب كده، نضغط على 70، 70 بس، مش نضغط على السطر كله. لو عملنا 50 بص كده، بص بين اقل شوية. لو عملنا 30 تلاقي ان الاكونت عبارة عن نقطة صغيرة، بص اهو، ده بيديك سرعة وبتبقى شايف اللي قدامك تكون أسرع. نكرر مع بعض تاني، هنقفل البرنامج خالص. عايز تلغي الزوم بترجع البكرة بتاعت ال اهو كده من غير زوم. هنعمل زوم مع بعض تاني، تابعوا معايا عشان أعمله سريع. اضغط على 256 نفسها، اخليها 70 واعمل اوكي. كده الزوم اتعمل، اثبت الزوم، كليك يمين على السطر كله، سيت هوتكي، اضغط مسطرة في المكان الفاضي واعمل اوكي، وارجع اكمل تاني عادي خالص. وكده نكون انتهينا من شرح